يسرني أن أعلن اليوم عن انطلاق أعمال بناء المشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، والذي سيكون بعون الله صرحاً يعمل على تلبية مجموعة شاملة من الاحتياجات الطبية لدى المواطنين الجزائريين، وخاصة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة والمعقدة، مما يرفع مستوى الرعاية الطبية ويحد من حاجة المواطنين الجزائريين للسفر إلى الخارج. أريد أن أضع هذا الحدث في مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا، والتي تستجيب لتطلعاتنا في تعميق روابط الصداقة والتكثيف مجالات التعاون لتعكس حقيقة مستوى التوافق السياسي بين البلدين. هذا اليوم هو تجسيد لكلمة قرار سيد رئيس الجمهورية ببناء صرح صحي على مستوى المواطن الجزائري، وقد تجسد اليوم على مستوى هذه الأرضية، وتنطلق الأشغال اليوم، ومحدد مدة الأشغال بتقريبا سنتين أو ربما أقل.